الانحرافات العقدية لا أحد يزعل. من صور الانحرافات العقدية إنه إنسان يقول أنا سلفي وأخلاقه وتعامله وطريقة أخذه ورده مع الناس جاهلية ما هي سلفية، ويقول أنا سلفي. إذا استدان من الناس ما يرد الدين، ما إذا مر بالناس عوام مساكين جهال بدل ما يحتويهم يوجههم ويرغبهم يكشر في وجههم ويبعد عنهم ويرد عليهم السلام، يخليهم في ضيق ما يعلم به إلا الله، ويعطي صورة سيئة عن السلفية. من المفاهيم، مفهوم السلفية كمان تغير. لذلك واحدة مرة سألوا الشيخ ابن عثيمين، قالوا له من يقول أنا سلفي ويدعو إلى السلفية؟ قال الحزبية وإن كان السلفية وإن كان حزبية ما تجوز، ما صح. ركز كلامه على قضية السلفية كاسم، لكنها في الداخل إيش أصبحت حزب، وهذه خالف السلفية. فهو إنما أنكر الحزبية في السلفية ولم ينكر السلفية. السلفية مفهومة تغير. أنا أعرف بعض الناس لا يعرف من السلفية إلا الردود، إلا الردود، همه ليل ونهار العلم عنده هو الردود. أعرف من السلفية بس إنه إذا جلس يتكلم عن فلان، يتكلم عن فلان بمناسبة وبغير مناسبة، يظن إنه هذا هو السلفي. هذا ليس من منهج السلف. لا تضحك عليك، لا تضحك عليك، لا أحد يحرف عليك الحقيقة. هذا ليس السلف، هذا ليس منهج السلف. ليس منهج السلف هو ردود، ليس منهج السلف هو فقط الكلام في فلان وعلان والكلام والسؤال. فعشان يثبت أنه هو سلفي، عشان يثبت أمامك أنه هو سلفي، إذا جلس المجلس يتكلم عن فلان ويهرج عن فلان ويعلق عن فلان ويجيب الرد الفلاني، عشان يثبت أنه طالب علم يجيب هذه الردود ويصورها ويعطيك هي. هذا ما هو منهج السلف. اللي قال لك أنه هذا منهج السلف ترى غلطان. منهج السلف اتباع ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الرد في محله والكلام في الجرح والتعديل في محله، والقيام بأمر العبادة والسلوك والمنهج في محله، وفي كل شيء له محله وله ميزانه. أما أنك تعرض السلفية بهذه الصورة وتبغى من الناس ما ينكروا عليك، فلا والله أنت شوهت السلفية، لا والله أنت شوهت السلفية. هذا غلط، هذا غلط. اللي يبغى السلفية منهج إصلاح ودعوة، اللي يبغى أنه إذا أخطأ الإنسان على طول يدمره ويكسره وما يخلي له منسى يرجع فيه للحق، هذا مو سلف. وإن قال أنا سلف، هذا مو سلف. السلفية رحمة. أعرف بعض أشياخنا بالستاشر سنة يناصح في المخالف ولا يعلن هذا ولا أحد يدري عنه، رحمة. مو على طول كسر، لا، 16 سنة 10 سنوات يناصح ويتألم ما يستعجل. أعرف من أهل العلم أن يصنع هذا. فاللي يظن أنه الردود وأنه الكلام في فلان وفلان وفلان وإسقاط فلان وكذا ونحو ذلك بدون أن يكون لديه توازن وتعلم للعلم على وجهه وأخذ الأمور بطريقتها الصحيحة، ترى ما هو سلفي. وإن جلس من الصبح لليل يقول أنا سلفي، إن جلس يردد آيات وأحاديث من الصبح لليل. الخوارج كانوا يرددوا آيات وأحاديث، هو خارجي باسم سلفي، لأنه هذا من صور الخروج على الجماعة الإسلامية، هذا من صور تشويه السلفية. اللي يجلس ما له هم إلا الكلام في فلان وفي فلان من الدعاء اللي خطأ أخطأوا وما يزن الأمور بميزانها. هل في أحد سلم من الخطأ؟ ما في أحد، كل ابن آدم خطأ. الله عز وجل مع الكفار يقول ولا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا. لما أنت تتعامل مع الخطأ من هذا الشخص كأنه كافر، كأنه خرج من الملة والدين، هذا عدل؟ كل شيء حطه بميزان. ولذلك هؤلاء يندهشوا لما أحد المشايخ الكبار يتكلم عن خطأ فلان، ثم بعد شهر شهرين يقول ما في مانع أسمعوا له، كيف خطأوا هنا وهنا يقول كذا. أيوه هذا عالم، هذا فاهم.
هذا فاهم، هو يريد يستألف هذا الرجل ويريد أن هذا الرجل يصلح حاله ويعطيه فرصة، وفي نفس الوقت تكلم عليه بقدر الخطأ اللي أخطأ فيه ورده وبين له الصواب ويرجو إن شاء الله أنه تقبل هذا الصواب وخلاص، بلاش إحنا نزيد الفجوة، نحاول نستألفه. ترى يا جماعة حتى السلفية من المفاهيم اللي انحرفت عند بعض الناس، ينبغي الانتباه إلى هذا.